جيوش قاسي. سيطر على اللعب في الوسط. الشوط الاول توزيعه هائله وهدف ثاني. هدف ثاني حط له الكره فوق راسه، يعني اللاعب الكبير هو اللي قام به هو بن قاسي. هدف ثاني بعد زوج دقائق لعب، حاجه عتلان. اذا بعد توزيعه رائعه حط له الكره فوق راسه، يعني شوف حاجه عتلان بطريقه بسيطه، ضرب الكره اتجاه الارض وغلط مضروب. الكره ما كانتش الحقيقه ما كانتش قويه كثير، وبرغم من ذلك غلطت الحارس مبروك. إذن هدفان مقابل صفر في النتيجة، وأول هدف لصالح حاجة عتلان في الموسم لحاجة عتلان اللي كان في وقت ما أحسن هداف الشبيبة. بن قاسي ربما أحسن عنصر لحد الساعة فوق الميدان.